وقفت هنايا قد في الكاميرا وكذا وقال لي البلاط شحال ديال البلاط واحد اخر الشجر كامل صفر هادي كامل ديال البلاط هي مات وقت البلاط شندير بها انا دابا مهما كندير بها كاسك تو كدير الكاسك الاخر. واش على فامي مرحبا بكم في فيديو او فلوغ جديد غبورات ياك شحال هادي ما لحشي فيديو كنت تقريبا دابا شي 3 ايام كنت صورت واحد لا فيديو ولكن الصوت ما تسمعش من الميكرو وتسمع غير من برا ديال الجو برو مع البرد وكذا داكشي ما واضحش مزيان لذلك قررنا اننا نعاودوا الفيديو يكون فيديو واحد اخر يكون فيه الصوت كنتمنى ان الصوت يكون مسموع هذه المره هذه حيت ما عرفت النحس هذا اللي ولا تابعني فين ما كنرجع نبدا نصور كتخرج شي حاجه من الجنب ديجا كانوا عندي شي فيديوهات مصورين ليه فاش كنت في مكناس وشي فيديوهات فاش قبل ما نمشي لمكناس ومكناس ومني كنت كنجي بعض المرات كنشغل الموتور كنصور فيه فيديوهات وكنستوكي في واحد جوج ديال لي كارت ميموار اللي كانوا ديجا عندي وكانوا خدامين حتى لد تقريبا دابا شي خمس ايام بحال هكاك شي سيمانه باقي كتصور شي سيمانه دابا هزينا الكارت ميموارات ما لقينا فيهم والو بقاوش باغينا نتقراو كاع اللي عنده شي حل كيفاش نعاودو نقراو داكشي اللي كاين حيت قلبت حتى ما بانش ليا وفيهم شي تصاور وشي فيديوهات بيرسونيل وعاد باش ديال الموتور وكذا اللي عنده شي حل يفيدنا معاه كانت واحد النهار كنت صورت فيه كان تصاب بالشا وفي لادابتاتور ديال الصوت دخل ليه الماء وما فهمتش ما بقاش كيبغي يصور مزيان ماشي كيبقى ديكونيكت ما كيبقاش كيتسمع واحد التصفار في الاخر اصلا الصوت ما كيتسمعش كيتسمع واحد التصفار بحال ملي كتكون كتريكوردي وكتجرح لك السيديه بحال داك البلان كتسمع داك الصوت هذا من ناحيه اخرى كاين لي ستوب بزاف تما او غادي نوقفو بون هنا وكما كتشوفوا انا دابا بقيتوني في الرباط بالضبط في سميت هاد البلاصه طريق زعير وما دام انني في الرباط وفي طريق زعير دونك انني رجعت للسله ورجعت للرباط ومادام انني رجعت للسلا ورجعت للرباط دونك غادي يرجعوا لي فيديو وكنعتذر انني كل مره كنقول لكم انا رجعت ما كان رجعش كنلوح فيديو مشات 6 شهور زائد مشكل اخر عاوتاني في لاشين هو ان لي فيديو ما بقاوش كيطلعوا البنادم بزاف وبلوكاو لي شي لعيبات تمايا اصلا بزز باش رجعت لاشين حيت بحال كانت سدات عاد باش رجعناها وطبيعة الحال انك ما بقيتيش لحتي في فيديوهات بزاف ما خصكش تغبر حيت ملي كتغبر ما كيبقاوش يطلعوا لي فيديو بزاف وبعض المرات كيبلوكيو لك لاشين انت ما خدامش ليهم بالعربيه انت ما خدامش ليهم خصك تقلع فيديوهات بزاف المهم بلا ما نطول عليكم هذا فيديو خفيف ظريف اننا رجعنا ان شاء الله اليوتيوب ورجعنا لفيديو الدراري وتحيه للدراري تحيه للدراري والبنات اللي كيسولوا في الانستغرام فين غبرتي شحال هادي ما شناك شحال هادي كدا وصافي ما بقيتش كدير اليوتيوب لا ماشي هكاك
ما كانتش لقانا، واخا كنت ديت معايا الموتور المكناس باش نصور به في هذا البيريود ديال تقريبا دابا شي 3 سنين، ديت معايا الموتور المكناس ولكن لقانا ما كايناش، المورال ما كاينش. شنو عاوتاني الانسبيراسيون انك تعطي افكار جداد وفيديوهات جداد والقانا ديال انك تخرج وتصور او تهضر. دابا راك تجيني بشكل انني شحال هادي ما هضرتش، زعما طلعت لا الكاميرا وبقيت كنهضر، تجيني بشكل لذلك ما بقيتش صورت فيديوهات بزاف هذيك البيريود. كنتحرك بالموطور ماشي ما كنتحركش به، ولكن القانا ديال التصوير ما عنديش، ومني رجعت باش نصور دابا نحاولوا نصلحوا الامور بيناتنا، نصلحوا شويه الامور بيناتنا، نخلي لكم لي فيديو الدراري دابا. غير هو حيد لي ديك ابوني وعاود ردها وعاود ديزاكتيفي وعاود اكتيفي الجرس باش شويه يوصلك النوتيفيكاسيون. ديجا درت واحد بوست في الانستغرام بالمناسبه، نخلي لكم الانستغرام ديالي هنا ولا هنا، ما عرفتش في شي بلاصه هنا بالضبط، هنا يا هنا. دخلوا تابونوا تما، كنلوح لي ستوري، كنعاودوا نرجعوا لديك القضيه ديال شحال هادي شنو غيدير في الفيديو الجاي. الدراري اللي كيفوطيو على ملي كنقول الدراري كيكونوا مخلطه دراري وبنات باش ما يبقاش فيهم الحال. ملي كنلوح فيديو ان نتوما اللي كتفوطيو على شنو غيكون في لي فيديو الجاي وعلاش خصنا نهضروا. اما بالناس الناحيه لقيت شي ميساج بالنسبه للحمله، شنو ما شنو الحمله، ديجا حنا هضرنا على الحمله فيديوهات قدام قبل ما توصل الحمله وترون هذه القضيه هذه وكذا. فاش كانوا الناس ديال كازا بوحدهم اللي كانوا كيعانيو، كانت بوحدهم عندهم الحمله، زيد عليها شي ناس ما فاهمينش اصلا شنو داير، سرهم كيطيروا بالمطر كذا متفق مع كاين اللي كيطير وبزاف، انه واحد الفئه ديال المناطق في عقلها. ما نهضروش على العمر قد ما غنهضروا على الوعي ديال بنادم، ما واعيش بالخطوره ديال داكشي اللي كيدير. حنا كنهضروا على الناس اللي باغيين يتحركوا بالمطار، اللي عندهم عشق ديال المطار، السفر كذا، التريب، الدوران كيخرج